انه الثقافه تعبير عن الاراده والحياه، عم يكون معنا مواهب مشروع بكره لنا من جديد ليدعموا الثقافه والتطور الثقافي ضمن اعياد الثقافه من خلال نشاطات متعدده. خلينا نتابع اجواء الافتتاح. كل شيء بالحفله حلو، كل شيء بنحب من اولها لاخرها، ابتداء من رسوم الاطفال المميزه وبالنحت وهالفرقه هي الاطفال متعدده المواهب، ان كان بالتمثيل ولا كان بالرقص ولا كان بالالقاء ولا كان بالكورال، شيء بياخذ عقل، كل شيء حلو. حلوين بتاخذوا العقل، رسوماتكم حلوه، رقصكم حلو، غنائكم حلو، ادائكم حلو، المستقبل لكم ورح نشوفكم كبار ورح نشوفكم حلوين وبتجننوا. انا سريت بهالمعرض وبهالمواهب المتميزه وفي حضور كثير فني، يعني في كم ونوع، يعني في شباب واطفال متميزين لهم بصمه ولهم مستقبل كثير باهر. بتمنى لكم النجاح الكامل. شو رايك بمستوى الاطفال للوحات؟ كثير متميز، وفي يعني انا شايف المراحل اللي قاطعينها مراحل متميزه ولهم حضور بالمراحل القادمه كثير مهم. شو النصيحة اللي بتحب توجهها؟ إنه يتموا مستمرين بالإبداع، الإبداع لا يتوقف عند مكان أو زمان. هلا هو كان يعني إنجاز، الحمد لله إحنا حققناه باسم سوريا، وطبعاً هي البطولة كانت أونلاين، هي عن بعد، هي كانت لازم تكون بكندا بس التغت بسبب كورونا. كان معنا 24 ساعة لنحل المهمة، نساوي روبوت ونبرمجه. وطبعا نحن حلينا بهال 24 ساعه، طبعا ما نمنا طول الوقت ووجدنا الاول الحمد لله. صار لي انا بالشطرنج بنادي المحافظه تقريبا 10 سنين بنادي المحافظه، يعني جايب بطولات جمهوريه والسادسه العرب حتى، وشاركت ببطوله العالم. طبعا هذا كله من بدايه بالنادي ولهلا يعني الحمد لله مستمرين. وبدي اتشكر يعني هالنادي على التكريم اللي اعطانا اياه اليوم، والحمد لله يعني بفتخر انه اكون يعني متسيب لهم. دربنا على اغنيه اراميه، حبينا نوصل انه هي بالاصل لغه السوريين الاصليين، وفي ناس لحد هلا بعدهم بيحكوا هاي اللغه، ايه، فحبينا انه نبين للعالم انه هاي اللغه عم نغني بلغه سوريا الاصليه. اكيد صعوبات كثيره من ناحيه الاحرف والكلمات الغريبه، فبس طلعنا قد الصعوبات اكيد. نحن قدمنا اليوم عباره عن عرض مسرحي بيحكي عن تاريخ سوريا وحضاره سوريا وشو هي بالنسبة يعني للدول اللي غزيتها وشو تعرضت، وهي لولا هدول الدول بلد عريقة ومن هون طلعت الحضارة تبعها. وكان النص تاريخي وحلو كتير، ويعني ما صار شيء، بالعكس كان كل شيء متوفر لنا. بصراحة الأجواء اليوم كتير حلوة وتحضيراتنا يعني مو مصدقين كيف نطلع اليوم. دوري أنا أخدي كاركتر إنه وحدي جاي من الضيعة، حتى حكي ضياجي يعني ما تسألي هلا شوفي بعينك انت. انا اخذه دور مدرسه ومدرسه تاريخ، وبالتالي انا عم بحكي عن تاريخ سوريا وحضارته. ما كان في كثير صعوبات اول شيء، بس كان شوي انه هو الوقت كان شوي ضيق، بس هي ما كان في شيء لانه الكوتش كان دائما معنا وكان دائما هو اللي بيوجهنا للطريق الصح. التنوع الثقافي اللي كان متواجد معنا اليوم بيأكد أن الثقافة ما لها يوم محدد، وإنما رح تكون متواجدة معنا يومياً من خلال الإيمان بمواهب الأطفال. وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا التقرير، ونلتقي معكم بتقارير جديدة من خلال الأيام الثلاثة لأعياد الثقافة. وما تنسوا تتركوا لنا تعليقاتكم وآرائكم على صفحاتنا.